يا ميت، مرحبا يا شباب، اهلا بيكم. معلش، اول حاجة بعتذر قوي للتعليقات وبالذات للاخت كوكو. انا متأسف ليكي بالذات، يعني كتبت لي انها علقت لي كذا مرة كان في ترانيم معينة وانا ما عملتش حاجة، فانا هحاول بقدر الامكان دلوقتي اتكلم على، يعني معلش سامحوني لو في تعليقات او كومنتات نسيتها هراجعها تاني، بس بشوف الاغلبية ايه. يعني بالنسبة لأخت كوكو عايزة، كانت طالبة كذا ترنيمة، فأنا عملت هعمل منها ترنيمة واحدة النهاردة اللي هي ليل العشاء السري، هعملها على العود وعلى الكمان، تمام؟ وفي برضو ترانيم للست العذراء، فهعمل يا مريم البكر، دي حلوة، دي على مقام النهاوند وفيها شغل يعني، تمام؟ وبرضو أستاذ ديفيد بيقول لي العود بتاعي يعني صوته حلو وعايز يعرف الديتيلز بتاعتي، يجيب عود ازاي. اول حاجه لما بتشتري عود، هو طبعا العود ده عود تركي من تركيا يعني، فممكن حضرتك يعني من القاهره لما بتشتري عود او من اسكندريه، اهم حاجه يعني هو هيبقى العود التفاصيل بتاعته مش زي التركي، بس بحاول بقدر الامكان يعني. في موريس شحاته ونبيل جورجي في القاهره، دول بس غاليين شويه يعني سعرهم عالي، فممكن تشوف حاجه من محل عادي، بس تشوف الخشب اول حاجه يكون خشب سيسم، شرحت الموضوع دوت في القناة التانية. وبالنسبة برضو الأستاذ وسيم طلب مني موضوع النوتة، هرجع لموضوع العود الأول، يعني شرح تفاصيل العود، يعني ممكن العود يبقى أهم حاجة، المسطرة مريحة لما بتيجي تضغط ما تتعبش لغاية جوه، ما يكونش فيه زنة في الصوت وانت بتضرب حتى لحد جوه، والرنة تكون يعني مقبولة يعني. ممكن يعني هحط لك لينك القناة التانية تشوف مواصفات العود الكويس. وفي برضو الأستاذ سامح طلب تقسيم آتي إليك يا يسوعي، اللي هي بتاع تقريبا بتاع الشريط، بتاع شريط قديم، هو التقسيمة اللي كانت في الأول دي برضو هعمل لها إيه، معلش يعني في المستقبل، تمام. وطبعا أخت كوكو طلبت يا كل صفوف السمائيين والعليقة، اعتقد هي افلوجي مينوس اللي هي العليقة، هعملها برضو ايه بعدين. يعني دلوقتي هنعمل ليل العشاء السري وهنعمل يا مريم البكر عشان عيد العذراء، كل سنة وانتم طيبين عشان الصيام، تمام. واستاذ جورج طلب حاجات على الكمان، طبعا الكمان برضو هنعمل نفس الحاجة. وريان بخصوص الكلارينت، فيما يعني طلب ترنيمة وفيما اظنه لا يستجيب، انا عاملها على فكرة موجودة على القناة. وايه تاني؟ لينك القناة التانية بتاعتي، يعني بالنسبة للتعليقات بختصرها، معلش وهرجع لها تاني، معلش عشان انا ايه مقصر جامد. اللينك بتاع القناة التانية نغمات او نجمات هكتبه تحت او هحطه تحت، والفيسبوك ممكن برضو. استاذ سمير، استاذ وسيم سوري، طلب النوتة، فانا ممكن النوتة اعملها على الفيسبوك، هكتبها كتابة عشان الزمن ما بعرفش يعني لما اجي اعمله على الشاشة عايز احط علامة معينة في الحروف الطويلة والقصيرة، فممكن حضرتك تضيفني على الفيسبوك برضه، هحط اللينك تحت، ولو في نقط معينة حضرتك قول لي عليها وانا يعني هكتبها باليد واحطها صورة على الفيسبوك. بالنسبة لو في ترانيم، ان على الشاشة موضوع الشاشة مش عملي قوي، موضوع الزمن بيفرق عشان ما اطولش، تمام. وفي استاذ عماد سألني موضوع على الفيسبوك، سألني انا موجود فين، انا موجود في دبي في الامارات بقالي 14 سنة، يعني ارجو اكون رديت على ايه على قدر الامكان يعني عشان ما اطولش قوي، ان انا اخدت 4 دقايق اهو. ليل العشاء السري هنبداها من هي مقام بياتي، او انا ببداها على الوتر الرابع، انا ظابط الوتر الرابع، هو الوتر الرابع المفروض صول، انا هعتبره ري عشان الناس اللي عندها العود 5 اوتار، هي الفروق بين الاوتار واحده، فانت ممكن تلعب بالحاجه تنزل وتر تحت، مش هتفرق يعني. الابعاد بين الاوتار واحده ما عدا اللي فوق بس، فانا هنطقه ري، يعني هنطقه ري زي ده، بس انا بادئه من تحت عشان يبقى، او ممكن ابداه من ري يعني. بس لما تيجي تلعب على الود هتلاقي الصوت طالع لا، فانا هبداه من الصول وانت ابداه من ري معايا. ري 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 بياتي، ها ري مي نص بيمول فا، احنا واخدينه سول لا سي بيمول دو ري، على اساس ان انا اعتبرت الوتر الرابع ده ري. ري ري ري، بص على صابعي، مي فا مي دو ري، سهلة.
ليل العشاء السري ري 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 مي فا مي دو ري ري مرتين ري 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 مي فا مي دو ري صول صول فا صول صول فا مي ري فا مي ري فا مي ري فا صول فا مي ري فا مي ري تاني ري 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 مي فا مي دو ري والريش انت عارف انت بضرب على الوتر اللي انا ايه بشاور لك عليه ده الريشة ري 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 مي فا مي دو ري 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 مي فا مي دو ري صول صول فا صول صول فا مي ري فا مي ري فا مي ري فا صول فا مي ري فا مي ري ري مي ري دو ري دو ري مي ري دو فا مي ري فا صول فا مي ري فا مي ري تاني ري دو ري دو ري مي ري دو فا مي ري فا صول فا مي ري فا مي ري صول صول فا صول صول فا مي ري فا مي ري فا مي ري فا صول فا مي ري فا مي ري سهلة ري 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 مي فا مي دو ري 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 مي فا مي دو ري صول صول فا صول صول فا مي ري فا مي ري فا مي ري فا صول فا مي ري فا مي ري هي هي انا خدها على الكمانجا يعني برضو انت لو بتلعب عود اسمعها على الكمانجا واللي بيلعب كمانجا يسمعها على ايه على العود ادي الكمانجا برضو نفس الحروف ري 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 مي فا مي بص ري مي نص بيمول فا صول لا سي دو ري بس ري 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 مي فا مي دو دو فوق هنا ري 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 مي فا مي دو ري صول صول فا صول لا صول فا مي ري فا مي ري فا مي ري فا صول فا مي ري فا مي ري ري مي ري دو ري دو ري مي ري دو فا مي ري فا صول فا مي ري فا مي ري صول صول فا صول صول فا مي ري فا مي ري فا مي ري فا صول فا مي ري فا مي ري سهلة خالص يعني مفيهاش حاجة اعزفها بالقوس بقى انا عملت الحروف من غير القوس القوس انت شغال بقى على الوتر اللي تعزف عليه ري مي فا مي دو ري 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 مي فا مي دو مي نص بيمول ما ترجعهاش ورا ولا تطلعها قدام بين البنين كده صول صول فا صول صول فا مي ري فا مي ري فا مي ري فا صول فا مي ري فا مي ري ري مي ري دو ري دو ري مي ري دو فا مي ري فا صول فا مي ري فا مي ري تمام واخت سيلفانا طلبت كوردات بسيطة على الجيتار هعملها بسرعة برضه ناخد يا مريم البكر من هوان دو ري مي بيمول فا صول لا لا بيمول سي دو تاني دو ري مي بيمول ورا هنا فا صول لا بيمول دو سي بيمول هنا بالتالت هعتبر ده صول صول لا سي لا صول هبدأ هنا صول فا لا صول لا سي صول فا فا مي فا مي ري دو صول لا سي عادية بقى بالرابع سي دو سي ري دو ري مي مي بيمول مي ري دو سي دو لا صول تاني صول فا لا صول لا سي صول فا فا مي فا مي ري دو فا مي عادية حالية مي فا صول فا مي بيمول تاني مي ري مي ري دو ري دو سي عادية دو ري مي فا صول فا مي فا صول فا لا صول لا سي صول فا فا مي فا مي ري دو فا مي فا صول فا مي
وارجع مي بيمول تاني. مي ري مي ري دو ري دو سي دو ري. لما تيجي تقفلها ري مي ري دو سي دو. تاني سو فا لا سو لا سي سو فا فا مي فا مي ري دو سو لا سي دو سي دو ري مي ري دو سي دو لا سو فا لا سو لا سي سو فا فا مي فا مي ري دو فا مي فا سو فا مي ري مي ري دو ري دو سي دو. أول واحد ري مي فا سو فا مي فا كمانجا اسمع بقى العود والعود يسمع الكمانجا عشان يبقى كله بيسمع يعني نفس الحروف يعني سول فا لا سول سي سول سي بيمولها تاني سول فا لا سول سي سول فا فا مي فا مي ري دو سول سي عادية سي دو سي دو سي دو سي ودو لازقة في بعض لو سي عادية سي دو ري مي بيمول مي ري دو سي دو لا سول فا لا سول سي سول فا فا مي فا مي ري دو فا مي عادية بقى حالية مي فا سول فا وترجع مي بيمول تاني مي ري مي ري دو ري دو سي عادية سي دو ري مي ري دو سي دو تاني سول فا لا سول سي سول فا فا مي فا مي ري دو سول سي دو سي دو ري مي ري دو سي عادية دو لا سول فا لا سول سي سول فا فا مي فا مي ري دو فا مي فا سول فا مي ري مي ري دو ري دو سي دو ري مي فا سول فا مي فا سول فا لا سول سي سول فا فا مي فا مي ري دو فا مي فا سول فا مي ري مي ري دو ري دو سي دو ري مي ري دو سي دو. عزف بقى سول فا لا سول سي سول فا فا مي فا مي ري دو سول سي دو سي دو ري ري دو سي دو لا سول فا لا سول سي سول فا فا مي فا مي فا مي فا سول فا مي ري مي يعني سهلة هنا على الكمان. بالنسبة للحليات بعدين هنبقى نتكلم فيها تمام. بالنسبة للأخت سيلفانا بالنسبة للجيتار كوردات السهلة هتعملي اللا ماينر. اللا ماينر انا شارحهم قبل كده بتضغطي مي ولا ودو ده لا ماينر. هبعدك عن الباركود خالص ده لا ماينر يبقى مي لا دو. شايفة شايفين اهو تمام لا ماينر في الترتيب. بعد كده اعمل سول ميجور. سول ميجور هضغط فوق هنا على الخانة التالتة في اول وتر والسي هنا اهي والسول تحت في سول تحت هنا كمان اللي هي السوبرانو يعني سول بيس سول سوبرانو والسي ده سول ميجور. بعد كده اعمل ري. ري بعوض بيه الفا قريب من صوته يعني بضغط اللا والري والفا شايفة واخر حاجة المي. المي ميجور بضغط السي والمي والسول دياز. السول دياز هنا مكانها على الوتر الرابع الخانة الاولى. تاني لا ماينر اضغط مي اضغط لا اضغط دو سول ميجور تاني سول بيز سي اهي اللي تحتيها على طول في الخانة التانية والخانة الاخيرة الوتر الاخير الخانة التالتة زي فوق سول ميجور. بعد كده ري ماينر هضغط اللا والري والفا والمي ميجور هضغط سي مي سول ميجور. ممكن اعمل بيها مثلا ترانيم كتير قوي. مريم البكر نفسها ممكن اعمل يا مار يا يعني لا ماين يا مار يا مار والبكر
الدول ماشي. شمس واري ماين قمر مي ميجر. انا بسألها لك فيها فا ميجر بس عشان تعمليها سهلة. لا ماينر ري ماينر سول ميجر مي ميجر. بس بتمشي بقى بالايقاع برضو الايقاع السهل يعني تعمل دوم تك 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 دوم دوم بالابهام على اول ثلاث اوتار وتك بالسبابة. ممكن تعملي دوم تك دوم تك تك ايقاع دوم تك تك دوم تك تك دوم تك تك دوم تك تك او دوم تك تك دوم. خلي الصبع انسيابي شوي طالع نازل اهو دوم. ثابته ما بتقفش وانا بغير بالشمال اليمين ثابته ان ده ايقاع يبقى دوم بالابهام وبالسبابة مرتين طالع نازل بالابهام مره لتحت بس وبعد كده بالسبابة نازل طالع نازل طالع اتمرن عليه واحده واحده على كورد واحد وبعد كده ابتدي اغير يعني اعمل على اللا مثلا ظبطت او عامل ناقل الري هضطر اقف في الاول بس المفروض ما اقفش باليمين اليمين شغال بس مع التكرار هنقل عليه عامل على طول ممكن اعمل يا ماري يا ري والبكرافوني صوت شمس والقمر ري كذا. انا ابتدي برضو نشرح الجيتار بتفاصيل اكتر بس خليكي على دي بس يعني. ولو في اي استفسار عندي الفيسبوك الاستاذ سمير لما طلب النوتة معلش النوتة مش هكتبها على الشاشة عشان مش عملية مش عارف اكتب الزمن ان هو عندي حروف بس وعلامات بقى يعني انا عايز حاجة كده ايه في الكتابة وبقدر اعمل اتحكم في الكتابة فانا هحطها لحضرتك على الفيسبوك هحط لك اللينك تحت هو سوريال مكرم اكتب سوريال S O R I A L space مكرم M A K R A M سوريال مكرم شينودة هتلاقيني طلعت لك حضرتك ادخل اكتب لي قول لي الترنيمة كذا انا هحط لك هبعت لك الصورة وهحطها على الشاشة بقى كلها عشان الناس تشوفها دي حاجة وبالنسبة للقناة التانية بتاعت اليوتيوب اللي هي نغمات فيها ألحان عادية بس انا فاصل بين النغمتين وفي برضه انا بعمل لايف هناك على القناة التانية بالنسبة لو الناس عايزة تسأل فأنا بخش لايف بحيث لو في حاجة إيه إرجنت يعني حاجة سريعة فممكن أعمل لايف هنا حضراتكم يعني شوف الميعاد وأنا هدخل هتلاقوني لايف هنا أنا بعمل لايف على الفيسبوك بس على الفيسبوك مش بعرف أعمل ترانيم عشان في ناس من قناة تانية داخلة يعني طلبة بتوعي هنا في الإمارات أو في السعودية أو في مصر فيعني ممكن أعمل ترانيم على قناة الفيسبوك يعني نعمل يوم للترانيم بس اختاروا يوم عشان بعمل الخميس تقريبا هناك فاختاروا الميعاد وانا تحت امركم وبعتذر تاني بالذات للاخت كوكو يعني متاسف قوي متاسف يعني انا مقصر وسامحيني معلش وسامحوني كلكم ولو في حاجه نسيتها معلش يعني فكروني انا صدقني قاعد يعني انا كسول شويه ومع ضغط الشغل انا المفروض اجازه بس انا متاسف معلش لو بتاخر يعني انا حتى بكلمكم وانا بطبخ يعني فيعني بجد اتشرفت بيكم كل سنه وانتم طيبين وشكرا لتشجيعكم بجد انتوا اللي بتشجعوني ولو في اي استفسار او تعليق تحت امركم اكتبوا لي تحت مع السلامه